مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف لتر ماء كبريتي هي محصلة الضخ اليومي من البئر الواحدة لحمام دمت الطبيعي. تسع أبار أخرى مماثلة تضاف إليها، نسبة ما تضخه كلها بسبعة عشر مليون ومائتين وثمانين ألف لتر كل 24 ساعة. على هذا القياس يكون معدلها في الشهر الواحد 518 مليون وأربعمائة ألف لتر، أي أن ما يتم إهداره خلال العام الواحد 6 مليارات ومائتان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف لتر من الماء الحار الطبيعي. أمام هذه الأرقام المهولة تفيد الإحصائيات أن مدينة دمت مهددة بكارثة محتمة في حال استمر الإهمال والوضع على ما هو عليه. احنا بحاجة إلى ضبط، الى ضبط من الجهة الاختصاص، لان الان فيه ناس متنفذين يعملوا مشاكل فيما بينهم ويطلعوا باحكام عرفية من شان يستولوا على حق الدولة. حق الدولة هنا في دمت اكثر منطقة من مناطق الجمهورية الذي تملك الدولة هنا في دمت. هيئة المساحة الجيولوجية وجهت رداء عاجلا الى الحكومة لسرعة اتخاذ التدابير الوقائية والاجرائية الفعلية لانقاذ المياه الطبيعية الحارة قبل نفاديها كليا وحدوث ما لا يحمد عقباه. الرسالة واضحة، هو أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالعمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 273 للعام 2007 الذي قضى بإغلاق آبار الينابيع الحارة العشوائية، وهي بالفعل ستسبب كارثة بيئية كبيرة جدا، حيث أن هذا المورد هام من أهم الموارد الطبيعية التي تمتلكها الجمهورية اليمنية. خبراء واقتصاديون أكدوا أن هذه المنطقة بإمكانها توفير العملة الصعبة للخزينة العامة ورفع الاقتصاد الوطني في حال تم الاهتمام بها وأعطيت حقها على الوجه المطلوب. فارس الصليحي، اليمن اليوم، العناوين.